مشاهدينا الكرام أينما كنتم أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري في المستهل. إذن كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري عن مخطط لتوظيف حاملي شهادة الماجستير والدكتوراه للسنة المالية 2023. وأوضح الوزير في منشور له عبر صفحته الرسمية اليوم الاثنين أن المخطط يتضمن التوظيف في التدريس كأستاذ باحث قسم باء، التوظيف كباحث في مراكز البحث، التوظيف في الإدارات برتب إدارية خاصة، التوظيف بالتعاقد في التدريس بالمؤسسات الجامعية مع أجرة شهرية معادلة لأجرة أستاذ مساعد قسم باء دائم قابلة للتجديد، بالإضافة للتوظيف كباحث متعاقد بمراكز ومخابر ووحدات البحث وبرامج البحث الوطنية براتب يعادل أجرة باحث دائم قابل للتجديد. وفيما يخص مراجعة القانون الأساسي للأساتذة، قال الوزير أنه يخص كل من القانون الأساسي للأستاذ الباحث، القانون الأساسي للباحث الدائم، مشيرا لكون القانون الأساسي للاستشفائيين الجامعيين يشهد المرحلة الأخيرة في انتظار تحويله للمصالح الوصية. كما سيتم حسب الوزير تأسيس نظام تعويضي جديد يخص كل من النظام التعويضي لفائدة الأستاذ الباحث، النظام التعويضي لفائدة الباحث الدائم، بالإضافة إلى النظام التعويضي لفائدة الاستشفائيين الجامعيين.